لو كان في عندنا مثال آخر لبلان معطى لكن في تغير في قاع منسوب قاع الترعة. Two ground levels، ممكن نلاقي في تغير في قاع الترعة، أهو القاع الترعة بدأ عند منسوب 9.3 وبعد كده ارتفع لأسباب الإنشاء إلى منسوب 10 متر. في مثال آخر هنشوفه في نهاية المحاضرة، تغير في منسوب البرم. وقد يكون في مثال تاني، تغير في منسوب قاع الترعة وتغير في منسوب البرم في نفس الرسمة. هنتعلم برضو في الرسمة دي إزاي نوجد عرض البرم من على البلان. كنا قلنا ملحوظة في المحاضرة اللي فاتت إن احنا هنجيب عرض البرم من الرسم زي ما عملنا في الرسمة اللي فاتت دي مباشرة. هنتعلم دلوقتي في هذه الرسمة إزاي نوجد عرض البرم من على البلان. في البداية نرجع للرسمة بتاعتنا، عايزين نوجد عرض البرم. طيب نبدأ نوجد الأول مسافات الأفقية للميول. إحنا عارفين إن الميل ده واحد لواحد، معناه واحد أفقي إلى واحد رأسي. طيب إذا كان منسوب البد هنا 10 ومنسوب البرم هنا 13، إذن في فرق رأسي في المنسوب مقداره 3. نتذكر المعادلة اللي شفناها المحاضرة السابقة اللي كانت بتقول إن المسافة الأفقية هتساوي الفرق في المنسوب، الفرق بين المنسوبين في قيمة الميل. ومنطقي جدا حتى من غير المعادلة، ده ميل واحد لواحد، إذا الفرق الأفقي هيكون هو الفرق الرأسي. بمعنى بما إن البرم 13 والبد 10، إذا الفرق الرأسي يساوي 3، إذا هيكون الفرق الأفقي بينهم هيساوي أيضا 3 متر. طبعا الفرق الرأسي مش ظاهر قدامنا في البلان، احنا عارفينه من خلال القيم، لكن هيظهر معنا في البلان الفرق الأفقي 3 متر. طيب بالمثل ما بين البرم والبنك، البنك منسوبه 14 والبرم منسوبه 13، في بينهم ميل 2 إلى 1، يعني 2 لواحد؟ أيوة، يعني 2 أفقي إلى 1 رأسي، أو 1 رأسي إلى 2 أفقي. طيب إذا كان الرأسي هو already واحد، الرأسي 14 ناقص 13 واحد، إذا الميل الأفقي هيكون بيساوي المسافة الأفقية، معذرة، المسافة الأفقية تكون بتساوي 2 متر. طيب يتبقى لنا المسافة من أول حد البد لغاية البنك. ذكرنا إن الميل من أول قاع الترعة لغاية البنك هيكون هو نفسه الميل 2 إلى 1. إذن نوجد فرق المنسوب بين البنك والبت، 14 ناقص 10 بتساوي 4. إذن المسافة الرأسية 4، 2 إلى 1، كل واحد رأسي يقابله 2 أفقي، إذن كل 4 رأسي يقابله كم أفقي؟ أيوة يقابله 8 أفقيا. إذن من أول حد البد لغاية حد البنك 8 متر. طيب إذا كانت المسافة دي كلها 8، المسافة دي 2 والمسافة دي 3، إذن عرض البرم هيكون بيساوي 3. إذن عرض البرم هيكون بيساوي 3. طيب في سؤال يتبادر للذهن، الفرق المنسوب الموجود في البد مخلي المسافة دي أصغر من المسافة دي. شيء منطقي جدا، 13 ناقص 10 بيساوي 3، بميل واحد لواحد هيكون بيساوي 3، لكن 13 ناقص 9.3 هيكون بيساوي مسافة أخرى. إذن عايزين نوجد المسافة دي وعايزين نوجد عرض البرم ده، عرض البد، معذرة، عرض البد، عرض البد هنا بيساوي 2.5، طب عرض البد هنا بيساوي كام؟ عايزين نستنتجه. واضح جدا إن المسافة من أول الخط ده، ملاحظين، لغاية الخط ده هي اللي هي مسافة 8، يعني هي اللي هي المسافة من أول 8 زائد 2 بيساوي 10.5، يبقى المسافة من أول هنا لغاية هنا أهو
هي بقيمة 10.5، يعني ممكن ننقلها إلى الطرف الأيمن. المسافة دي ما زالت هي من 14 إلى 13 بيساوي 2 متر. عرض البرم ما تغيرش من الناحية اليسرى إلى الناحية اليمنى، هيكون هو 3. اللي هيتغير دلوقتي هي المسافة من أول المسافة الأفقية من أول منسوب 13 إلى منسوب 9.3، هيكون المسافة تساوي 3.7. ليه 3.7؟ 13 ناقص 9.3 تساوي 3.7 فرق رأسي، والميل 1:1، إذن المسافة الأفقية تساوي نفسها فرق المنسوب. إذن المسافة دي كلها 10.5 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 3.7. نستنتج إن عرض البد في المنطقة دي هيكون بيساوي 1.8. يبقى كده استنتجنا كل المسافات الأفقية على البلان. دلوقتي ممكن نرسم البلان حتى من غير من قبل ما نرسم السايد فيو. كده احنا ممكن نرسم البلان، ومن رسمة البلان هنستنتج رسم السايد فيو. طريقة أخرى للرسم، وهي أننا نبدأ برسم السايد فيو أولا، ثم منه نستنتج عرض البرم، ثم نقوم برسم البلان. تعالوا نتخيل إن هو ده البلان المعطى في الشيت أو المعطى في الامتحان، ومن بيانات البلان اللي قدامنا عايزين نرسم السايد فيو. لكن أولا عايزين نوجد عرض البد في منسوب 9.3، معطى عرض البد في منسوب 10 متر عرضه 2.5. طبعا ملاحظين إن المسافة من أول السنتر لاين ده لغاية نهاية الميل 1:1 هتكون هي سواء من الناحية اليسرى في الرسم أو من الناحية اليمنى. طيب نجيب المسافة دي من الناحية اليسرى، عندنا هنا المسافة دي 2.5 معطاة، والمسافة دي 3 متر استنتجناها. عرض منسوب البرم 13، منسوب البد 10، فرق رأس في المنسوب 3، إذا مسافة أفقية تساوي 3 أيضا. يبقى المسافة دي كلها بتساوي 5.5، هتكون نفس المسافة دي هنا اهو هي، لكن متقسمة بطريقة أخرى. أول جزء منها الجزء ده الفرق الأفقي ما بين منسوب 13 ومنسوب 9.3، الفرق رأسي بيساوي 3.7 بميل 1:1، إذن تكون المسافة الأفقية هي 3.7 ناقص 5.5، يدينا إن عرض البد في منسوب 9.5 بيساوي 1.8. هنبدأ برسم السنتر لاين بتاع قاع الترعة، بعدين نرسم عرض قاع الترعة اللي هو 1.8 اللي استنتجناه من البلان. بعدين نوقع أماكن مناسيب البرم والبنك، إذا كان منسوب البد 9.3، نطلع مسافة رأسية مقدارها 3.7 بمقياس الرسم، ثم نطلع 1 متر ونوقع مكان منسوب البرم ومكان منسوب البنك، لسه منعرفش البنك والبرم من أول فين لغاية فين، وبعدين منسوب 13 اللي بعد البنك. طيب نبدأ بقى دلوقتي نوقع الميل 1:1 والميل 2:1، الاتنين هنوقعهم من نهاية البد زي ما عملنا قبل كده. ادي ميل 1:1 وتقاطع مع منسوب البرم في النقطة دي، وادي ميل 2:1 وتقاطع مع البرم هنا وتقاطع مع البنك هنا. اذا تقاطع الانر سلوب مع منسوب البرم يعطي أول نقطة في البرم، هذه النقطة. تقاطع الأوتر سلوب مع البرم يعطي آخر نقطة في البرم، ثم تقاطع الأوتر سلوب مع البنك يعطي أول نقطة في البنك بالشكل ده. هنتقل بقى على الخطوط دي، دي الخطوط اللي بتبقى دائمة بالنسبة لنا، الخطوط اللي هي باللون الأزرق دي خطوط العمل لأن نمسحها في نهاية الرسم. طيب البنك ادي اول نقطة في البنك، اخر نقطة فين؟ معطى ان البنك عرضه
4 متر. إذن هنرسم عرض البنك بقيمة 4 متر، بعدين ننزل بميل 2 لواحد حتى منسوب 13. ميل 2 لواحد معناه 2 أفقي إلى 1 رأسي، وأدي الميل أو خط عمل الميل هيتقاطع مع منسوب 13 في النقطة، إذن هيكون هو ده ميل 2 لواحد ثم المنسوب 13. من رسم سايد فيو استنتجنا دلوقتي إحنا بقى عرض البر، تمام؟ ممكن دلوقتي نسقط جميع هذه النقاط على البلان ونرسم البلان، لكن قبل رسم البلان تعالوا نوقع المنسوب 10. إحنا وقعنا المنسوب 9.5، أهو ده المنسوب 9.5، لكن فين المنسوب 10؟ أيوة، هطلع مسافة رأسية من 9.3 لغاية 10 متر، 7 بمقياس الرسم، وهرسم خط أفقي بالشكل ده، أو هنوجد إسقاط النقطة رقم أ دي على السايد فيو بهذا الشكل، سواء الطريقة دي أو الطريقة دي يؤدوا لنفس الحل هو هو، إما أوجد إسقاط النقطة رقم أ على السايد فيو هيتقاطع مع البرم في هذه النقطة، أو أطلع مسافة رأسية، أدي المنسوب 9.3، أطلع مسافة رأسية إلى منسوب 10 يعني بمقدار 7، طبعا بمقياس الرسم، وبعدين نرسم الخط اللي يمثل المنسوب 10. المسافة دي أو المنطقة دي هي منطقة الميل 10 إلى 1، يعني هتتعشر من المنسوب الأعلى للمنسوب الأقل بالطريقة دي. وبكده أتمينا رسم السايد فيو، لسه بقلنا طبعا التهشيل والأبعاد، أنا أقصد أتمينا رسم الخطوط الأساسية في السايد فيو. لو أسقطنا كل الخطوط دي على البلان كده ممكن نستنتج من السايد فيو، نستنتج رسومات رسمة البلان وبالأخص عرض البرم اللي احنا عايزين نرسمه في البلان. إذن الشريحة السابقة استنتجنا عرض البرم من على البلان، دي طريقة. الشريحة دي استنتجنا عرض البرم من السايد فيو، الطريقتين يؤدوا إلى نفس الحل. طيب أنا في الامتحان أو في الرسم بشكل عام أختار أنا واحدة فيهم اللي أنا شايفها أسهل بالنسبة لي في الحل، المفروض طبعا المفروض أتعلم الطريقتين، أتعلم الطريقتين ممكن في الامتحان أو في حل الشيت أو في الرسم بشكل عام في التصميم إن شاء الله في سنة تالتة وسنة رابعة لما ناخد تصميم معمل الري، هنحل بطريقة ونعمل تشيك بالطريقة التانية. طيب بكده استنتجنا سايد فيو، عايزين بقى نستنتج الاليفيشن. اولا نوجد المسافة دي، ايه المسافة دي؟ المسافة الافقية ما بين منسوب 9.3 الى منسوب 10، ده انحدار مقداره 10 لواحد رأسيا، فرق المنسوب بيساوي 7.10. طب افقيا بيساوي كام؟ نفتكر نفس القانون اللي قلناه ان المسافة الافقية تساوي أيوة الفرق في المنسوب في مقدار الميل، يبقى 10 - 9.3 بيساوي 7.10 في 10 على 1 بيساوي 7 متر، إذن المسافة دي تساوي 7 متر. يلا بقى نسقط البلان دوت في الإليفيشن. أول حاجة هنرسم طبعا الخطين اللي هو حد الرسمة، بعدين هرسم منسوب 14، ادي منسوب 14 اهو ممتد من اول الرسمه لاخرها، بعدين هنزل 1 متر راسيا وارسم منسوب 13، بعدين في المنطقه دي من اول حد الرسمه لغايه مكان النقطه الف كده اهو هنرسم المنسوب 10، وبعدين على مسافه 7 متر ننزل بانحدار قيمته 10 إلى 1، وبعدين هنرسم منسوب 9.3. طب دي أعملها إزاي؟ في الأول أرسم منسوب 10 وأنزل بمقياس الرسم بقيمة 7.10 وأرسم منسوب 9.3، وبعدين أجيب
الاستنتاج من البلان عند آخر نقطة في المنسوب 10، وأجيب الاستنتاج من البلان عند آخر نقطة في المنسوب 9.3، وبعدين نوصل بينهم بالخط المايل دوت. رسمة الإليفيشن سهلة وبسيطة جدا جدا، مفيهاش أي تعقيدات. باقي عندي بس رسم رموز الميول والتهشير والأبعاد. تكون نهاية الرسمة بالشكل ده. أولا في سايد فيو عملنا تهشير التربة أهو، وكتبنا الأبعاد المناسيب وقيم الميول. في الإليفيشن عملنا تهشير الميول، ده 1:1 وده تهشير 2:1، وطبعا ده انحدار أو ميل 10:1، ما ننساهوش. 1:1 اللي هو ده، 2:1 اللي هو ده، وميل 10:1 اللي هو ده. زي ما اتفقنا احنا مش هنرسم داش لاينز، فبالتالي مش هنرسم المنسوب 13، وان كان هو هيكون نفسه الخط 13 ده. وبكده اتمينا رسم الثلاث مساقط الخاصة بهذا البلان. يبقى بمعلومة البلان رسمنا السايد فيو ورسمنا الاليفيشن، او بدأت بالسايد فيو ومنه رسمت البلان وبعدين استنتجنا الاليفيشن. طيب ناخد حالة اصعب شوية، وهي حالة ان يكون في فرق منسوب في البر. نبص كده في الايزومتريك، ادي البيت ليه منسوب ثابت والبنك ليه منسوب ثابت، لكن البيرم هو اللي حصل في تغير في المنسوب لأغراض التصميم طبعا. يعني البلان لو رسمناه هيكون بالشكل ده. قد يكون معطى في المسألة دي مثلا البلان، زي ما اتفقنا مش هيدينا أبدا الايزومتريك، احنا بس بنستعين بيه في الشرح علشان نفهم طريقة رسم المساقط، لكن في الشيت أو في الامتحان هيكون معطى البلان. البلان معطى بالطريقة دي، البنك مفهوش ميول، البيد مفهوش ميول، لكن البيرم هو اللي فيه ميول. بنفس الطريقة تعالوا نوجد الأول جميع الأبعاد على البلان، يعني بالأخص عايزين نوجد عرض البيرم سواء في المنطقة دي قبل تغير المنسوب وفي المنطقة دي بعد تغير المنسوب بنفس الطريقة. المسافة دي ليها ميل انر سلوب 1:1، فرق المنسوب 12 ناقص 9 يساوي 3 رأسيا، اذا افقيا برضو بيساوي 3. طيب هنا منسوب 13.5، هنا منسوب 12، فرق 1.5 بميل 2:1، 2 افقي الى 1 رأسي، او بالعكس 1 رأسي الى 2 افقي. اذا كان الرأسي 1.5 اذا الافقي هيساوي 3. من حد قاع الترعة لغاية البنك هيكون هو نفس الميل 2:1، يبقى 13.5 ناقص 9، ده هيكون الرأسي، الأفق هيكون بيساوي 4.5، يبقى 1 رأسي يساوي 2 أفقي، إذا 4.5 رأسي يساوي 9 أفقي بالطريقة دي. يبقى المسافة من أول حد البد لغاية حد البنك بيساوي 9. 9 ناقص 3 ناقص 3 يديني عرض البيرم في هذه الناحية يساوي 3 متر. نعمل نفس الطريقة على الناحية اليمنى من الرسمة. عندنا المسافة من أول حد البد لغاية حد البنك هي 9، لكن متقسمة بطريقة مختلفة. أولا من منسوب 12.75، منسوب البرم بعد زيادة بعد الانحدار، من منسوب 12.75 إلى منسوب 9 بينهم انحدار 1:1، الفرق الرأسي يساوي 3.75، إذا الفرق الأفقي هو 3.75. طيب من البنك منسوبه 13.5 إلى البرم منسوب 12.75 بانحدار 2:1 هيديني مسافة رأسية مقدارها 75%،
في 2 بيساوي مسافة أفقية مقدارها 1.5. إذن 9 ناقص 1.5 ناقص 3.75 يدينا عرض البرم في هذه الناحية بيساوي 3.75. وطبعا هنوجد عرض الميل ده اللي هو 2:1، 13.5 ناقص 12 هيكون نفس المسافة 3 اللي هي زي المسافة دي. خلاص أسقطنا أو حسبنا كل المسافات على البلان. ممكن نرسم السايد فيو بنفس الطريقة، نرسم سايد فيو من اليسار إلى اليمين، left hand side view، إذا نرسمه على اليمين. هنرسم الجانب ده من الترعة، الجانب اللي هو قبل زيادة المنسوب في البيرم، هيبقى منسوب بالتسعة من 1:1 إلى منسوب 12 من 2:1 إلى منسوب 13.5. وبعد كده نرسم الجانب ده من الترعة، من منسوب 9 بميل 1:1 إلى منسوب 12.75 بميل 2:1 إلى منسوب 13.5. وعلشان نرسم الإليفيشن لازم يكون عندنا المسافة الأفقية الخاصة بالانحدار 10:1. إذا كان هو انحدار 10:1 من منسوب 12.75 إلى منسوب 12، 10 أفقي إلى 1 رأسي. طب إذا كان الرأسي 75%، إذن الأفقي هيساوي 7.5 متر زي ما هو قدامنا كده. بعدين نرسم بقى السايد فيو بالطريقة دي. آدي منسوب 9 ميل 1:1 جبنا البيرب، ميل 2:1 جبنا البنك. بعد ما أخلص الناحية دي أبدأ أسقط الناحية دي، نفس الحكاية، منسوب 9 ميل 1:1 لكن لغاية منسوب 12.75، فهيمتد معايا الخط لفوق شوية. وبعدين هنمشي مسافة أفقية لعرض البرم 3.75، بعد كده بميل 2:1 لغاية منسوب البنك. كأني ها بين قوسين، كأني برسم قطاعين للترعة، أو قطاع عرضي في ترعتين بس برسمهم على بعض. ببدأهم الاتنين من منسوب 9، لكن هيكون عرض البرم في واحدة منهم، معذرة، منسوب البرم في واحدة منهم 12 ومنسوب البرم في التاني 12.75. يبقى بنفس القواعد اللي برسم بيها السايد فيو هعملها مرتين، مرة من 9 ل 12 ل 13.5، ومرة من 9 ل 12.75 ل 13.5، فهينتج معايا الشكل اللي قدامنا في الرسم ده. وبعدين نسقط الإليفيشن. هبدأ بمنسوب البنك أهو 13.5، ماشي من غير أي تغير، مفهوش أي مشكلة. بعد كده منسوب البرم هيبدأ في المنطقة دي، هيكون منسوب 12 لغاية إسقاط المكان ده. هجيب إسقاط المكان ده في الإليفيشن، يبقى الـ 12 تمشي لغاية هنا، 12 من أول هنا لغاية هنا. بعدين أروح الناحية التانية أرسم منسوب 12.75، يعني هنزل من 13.5 ل 12.75 أهو، همشي كده أفقيا. طيب لغاية فين؟ لغاية إسقاط الخط ده في الإليفيشن أهو، أدي الخط ده في البلان، هجيب إسقاطه فين في الإليفيشن؟ إذن 12.75 تقف لغاية هنا أهو، وكانت 12 واقفة هنا، هنوصلهم ببعض بخط مايل، وهيكون الميل دوت قيمته 10:1. بعد كده نرسم قاع الترعة اللي منسوبه 9 متر. وبعدين على الثلاث مساقط نعمل التهشير ونكتب الأبعاد زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي. طيب حالة تانية، إن يكون في عندنا تغير في منسوب البت وتغير في منسوب البر، الاتنين فيهم تغير في المنسوب. في البلان اللي قدامنا البت هنا هيرتفع من منسوب 9.3 بميل 10:1 لغاية ما يوصل لمنسوب 10، والبرم
هيرتفع من منسوب 12 بانحدار 15 إلى 1 إلى 12.5. مش هنحلها دلوقتي في المحاضرة، هنسيبها تحلوها في الشيت، لكن هنمشي بنفس المنطق. هو هنجيب الأبعاد على البلان، حيث هنثبت البعد من أول حد، من أول السنتر لاين بتاع البيت لغاية حد البنك، المسافة تكون متساوية سواء في الناحية اليسرى من الرسمة أو الناحية اليمنى، لكن متقسمة تقسيمات مختلفة. في الحالة دي هنعوز نرسم right hand side view علشان يبين الانحدار 10:1 بشكل واضح، وهنعوز نرسم left hand side view علشان يبين الانحدار 15:1 بشكل واضح. بعد ما نجيب عرض البرم في الناحية دي وعرض البرم في الناحية دي، هنرسم الكروس سيكشن بتاعنا بنفس الطريقة. هبدأ من منسوب 9.3، هطلع بانحدار 1:1، طبعا هو مش مكتوب هنا لكن الانحدار في المنطقة دي 1:1، هطلع بانحدار 1:1 لغاية ما اوصل لمنسوب 12.5، بعدين بانحدار 2:1 لغاية ما اوصل لمنسوب 13، وبعد كده على نفس الرسمة هي هطلع لمنسوب 10 زي ما اتعلمنا فرق المنسوب في البد. هبدأ من منسوب 10 بانحدار 1:1 لغاية منسوب 12، ومن منسوب 12 بانحدار 2:1 لغاية منسوب البنك.